السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. حياك الله للا. كدير لباس الحمد لله. الله يطول عمرك. أنا ذيك السيدة عيطت لك واحد المرة على الزوج ديالي اللي كان كيمارس تجارة ونصب عليه الصديق ديالو خدالي رأس المال ودفع ليه الشيك. الله أكبر. خدالي رأس المال. لا إله إلا الله. إياها للا عيشة لا حول ولا قوة إلا بالله. استفدنا منك بزاف الحاج وكان كيصلي ويقطع ولا دابا كيقيم الليل وأنا تبارك الله كنقيم الليل والحمد لله راضين على النفسية ديالنا الحمد لله مرتاحين. بارك الله فيك. وخا ما عدناش وما هذه ولينا وخا الأزمة وخا الله اللي عالم بينا وليني الحمد لله مع داك النصائح ديالك وصورة الواقعة وليت كنقرا أنا من ورا كل صالة. مزيان خصوصا بالليل بنتي خصوصا بالليل قبل ما تنعسي في المساء. كنقرا في المغرب كنقرا من ورا العشاء كندير الذكر من ورا العصر وهو كان كيصلي ويقطع ولا كيواظب على صلاة الأزمة وخا عشنا أزمة صعيبة ولكن فيها إيجابية كبيرة بزاف أن صلحاته هو بدا هو الأول شد في الصلاة وشد في الدين. الله. ولا كيقيم الليل وليت كنوضو ثلاثة الليل أنا كنوض نصلي نسالي أنا نوضو هو يصلي والحمد لله ولأني باقي الحال على ما هو عليه. لا إله إلا الله. سنين عايشين في أزمة زعما لا ما كاينش ما تحركش ما كيعرف حتى شي حرفة أخرى من غير التجارة. الله أكبر. شحال من حرفة دارها والو ما كتجيبش نتيجة ما كيخدمش. لا إله إلا. تطردنا من الكرة وتلاحوا لنا حوايجنا شحال من مرة اذمنا شحال من مرة ولاني الحمد لله نتأكدت من بعد النصائح اللي كتقول وكنتبعها بالحرف بالحرف وليداتي كنقرا لهم الماء في القرآن وحاطة لهم خبيبية كيشربوا منا الماء تاع القرآن وهو كذلك ومثال يعني متبع النصائح يعني مني وباخي ربي ما استجبش يعني متأكدة أنه امتحان عند الله ونعم بالله. والدينا راضين علينا الحمد لله والدي راضين عليه مني كان عنده تبارك الله راه كان هو كيعطي الناس راه فلوس وهو باقي مضيعين عند الناس. لا إله إلا الله. وراضيين عليه ويعني متأكدة مليون في المية أنه امتحان من عند الله سبحانه وتعالى. ودابا كنطلب منك السي الحاج بغيت شي حد يساعده يخدموا في هذا الشيء ديال البيع والشراء ولا يساعده في البيع والشراء راه ما عارف والو ما عارف حتى شي حرفة أخرى المهنة ديالو في أي مجال لا عيشة كيبيع ويشري حيت البيع والشراء والتجارة كبيرة بزاف في أي مجال. مجال التموين. تموين يعني بحال شي ديال الهري وديال تحرك السلعه بالطوموبيل على الهريه وعلى المحلات ولا في الهري خدم هو كان عنده محل. شحال العمر ديالو دابا حاليا؟ العمر ديالو دابا 42. 42 وخصها شباب تبارك الله. خمس سنين كيعاونوا غير اصدقاء ديالو المعارف الاولين اللي كان كيصرف فيهم الخير هما اللي بعد مره كيخلصوا لي الكرا ولا يخلصوا ولاني راه صافي متحد ما بقى دابا كاين دابا هي مجموعه علينا 3 شهور ديال الكرا ما عندناش باش نخلصوها ها حنا ثاني غيتلحوا لينا حوايج. الله يفرج عليكم لالا. مهددين فهاد العواشه نخرجوا راني راني كنبات نصلي قسما بالله يا سي الحاج اللي كنبات نصلي. لا اله الا الله. ثاني انا نوض هوايا مع الخمسه نوض مع جوج ونص ولا ثلاثه نسالي انا مع الخمسه نوض هو يبقى يصلي الفجر نوض نصلي الفجر حتى انا. الله اكبر لا اله الا الله. كاين مواظبين عليه من زمان 5 سنين دابا. لا اله الا الله. لالا عيشه واخا ناخذ الرقم الهاتفي ديالك. واخا انا مزوجاش وكنتسنط لك وكنتسنط الدروس ديالك ومتحجبه زعما وملتزمه من انا وعندي 15 عام. لا اله الا الله. دابا انا 60 ديالي 40 عام. الله يحفظك ويرعاك يا رب. والله العظيم ومتاكده بان هذا الشيء امتحان من الله ولاني ولدي هو دابا بارك من المدرسه ما عنديش باش ندخلو الصباح كينوض يدير المحفظه هاوي من في ادواته. لا عيشه انت عندك دابا كيقراو فرنسي ولا كيقراو العربيه
انت لالا عائشه انت ربات بيت، واش تعلمتي شي صدعه شي حرفه شي حاجه ممكن تقدري ديريها؟ كتخدم هو كيجري هو ما يعني ما قال لك ما تخرجيش تخدم، انا قال لك غنكافح غنخدم هو ما من هو متعودان. نعم ضد انه هو قال لك نموت عاد خدم. الناس فيهم الكرامه وفيهم العزه ديال النفس. لا اله الا الله. انقطعت لالا عائشه معذره بنتي، ان شاء الله تعالى ربي يفتح لك باب من ابواب التيسير، وحنا كنتقاسموا معك هذه المعاناه ديالك، ومثل هذه الاحداث تؤثر فينا سلبا. كنشعروا بالمؤمن هو لا يمكن ان يبيت وجاره جائع، لا يمكن ان يبيت شبعان وجاره جائع، لا يمكن ان يبيت هو مرتاح وجاره. وحنا كنا جيران كنا اخوه، والقوي منا ينبغي ان ياخذ بيد الضعيف. هو طبعا ربي عز وجل اعطانا عقول واعطانا ارادات ومواهب لكي نستثمرها، هذا العطاء الالهي الاول، العطاء الالهي اعطانا الله العقل، اعطانا الله القوه، سليم البنيه قوي البنيه، واعطاني فكر واعطاني خبره باش هذا العطاء، هذا في حد ذاته رزق عطاه لي الله تعالى باش نقوم نخدم ونقوم نعمل. لكن قد يكون هناك ظروف كتكون شوية قاسية، كاين بعض العائلات كنعاشرهم باستمرار أشكال وألوان، كتلقى عنده شي مانع من الموانع، ما قد يخدم ما قد يردم، كتقول انت نوض ما قادش، ما كدير معاه جميع الحالات. ربي اللي عارف كل واحد وربي كيفاش دار ليه. على كل حال لالا عائشة انت الحمد لله فقهتي السر ديال الوجود، وهو أن الله تعالى دار الامتحان ودار الابتلاء، لكن هذا لا يعني أنني غنبقى جالسة في البيت وغنتظر بأن الرزق غادي يجي. لما قال ربي عز وجل لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. فكان واحد الصحابي جليل سمع هذا الحديث ويتوكل على الله، بقى جالس في الدار ديالو وبقى كيقوم الليل وكيذكر الله تعالى وكيتسنى الرزق وطالبه المده، ويتلقى بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لي يا فل ما تفعل؟ قال لي انا انتظر الرزق، توكلت على الله غندير بحالي بحال الطيور. قال لي اسمع الحديث، قال لك تغدو خماصا وتروح بطانه، تغدو وتروح يعني هناك حركه وهناك انتقال من مكان إلى مكان، يعني غنخرج نقلب على رزقي، غندير الأسباب والمسببات، والكمال على الله تعالى. أنا غندعي الله، غنقرأ سورة الواقعة بالليل، غندير ما تيسر من قيام الليل ولو غير ركعتين، وفي الصباح الباكر غنفيق وأنا مبتسم، أنا كلي حيوية ونشاط رغم الأزمة، ما نفكرش تفكير سلبي، وغنقول بسم الله توكلت على الله، وغنخرج نقلب على رزقي كيف الناس خارجين بحال سرب الحمام، حتى انا غنخرج مع رزقي ونقلب عليه. انا والله لا انا خرجت مع 7 الصباح باقي لحد الساعه قامت هاد الدار، وكتقلب على رزقك وكيجيب الله رزق، لانك كاين منفعه هنا اخذ من هنا عطاء من هنا جري هنا جري لهيه، وسبحان الله العظيم الكريم جل جلاله، قطره هنا قطره هنا قطره هنا كيفيض البحر، وربي كيزيد في المدد ديالو. فلالا عائشة أنا نتمنى ناخذ التليفون ديالك يبقى مسجل عندي، وهذه فرصة للأحباب الكرام، ونحن على أبواب رمضان كتكون الحركة التجارية نشطة، ومجموعة ديال الناس اللي كيبيعوا المواد والبضائع الغذائية بقالة وبيسريات وغيرهم وهريات ربما يحتاجون إلى مساعدين. هذا رجل ربي أراد أن يجره إليه لأنه كان في الأول منقطع عن الصلاة، ربي أراده أن يقيم الصلاة، ربي رده ردا جميلا إليه، ها هو صار من أصحاب قيام الليل، ها هو صار من أصحاب الإيمان، والناس معروفين ديال ترودانت فيهم الحياء وفيهم واحد عزة نفس، كيبغي مراته ما تخدمش غير جلسة في الدار نقلعها بالقليل، هذه ثقافات وعادات. كاين ناس أخرين ناس من أهل فاس مثلا أو من طنجة أو من مدن أخرى، ثقافتهم أن المرأة مشاركة في المجتمع، انها تنوض تخدم، الى ما كانش طبيبه ولا مهندسه ماشي مشكل، تكون تصوب الحلوى، تدير الحلويات، كتسمع برامج في الاذاعه لالا مولاتي، وتسمع الوصفات ودير حلويات وتبيع وتشري وتقلب على الكوموند، اما تكون خياطه تفصل تصوب الديكور ودير كذا وتتبع، المهم كتقلب على فلوسها ما كتريحش، تخدم نقاشه تخدم اي حاجه. كاين عائلات اللي هذه اعراف وتقاليد وعادات عندهم في دمهم،
وكاين عادات اخرى عند اقوام اخرين، المراه عيب وعار وحشومه تخرج تخدم، والراجل اللي كيخلي مراته تخدم بحال ما عندوش الكرامه. فهذه ما يمكنش نقولوا هذا خاطئ وهذا صواب، وما يمكنش نطبق هنا المقتضيات تاع العمل الجمعوي ديال الحركه النسائيه. لا، هادشي عنده علاقه بالعادات والتقاليد، وكل واحد هو يحترم تقاليده وعاداته. لكن الرزاق عندنا يقين بانه عنده الفائض، وهو القائل: وان من شيء الا عندنا خزائنه. اي شيء بغيتيه ربي عنده الخزائن، ولكن ننزله بقدر معلوم. حتى ربي نزل بواحد الوفره الناس غادي يطغوا. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، لكن حكمته البالغه كيعطينا لقد نفع. وان شاء الله ربي غادي يعطيك الرزق. لالا عائشه، انت مشيتي في طريق الله، وربي سبحانه وتعالى غادي يرزقك رزقا حسنا. نتمنى تبقى الرقم ديالك مسجل. وكنقول للاحباب الكرام، الا كان شي واحد خاصو شي مساعد تاجر في المحل ديالو، كاين هرايا كبار، كاين اسواق كثيره، ها هو التشريف هذا من التارودانت، والناس ديال التارودانت معروفين بالاستقامه، معروفين بالامانه، معروفين بالنزاهه. وان شاء الله يكون خير في القريب العاجل. الله يكمل لك الرجاء، الله يسعدكم للعيشه، الله يفتح لكم باب الرزق، الله يعطيكم العطاء الوفير، ويجعلك مع امنا عائشه بنت ابي بكر الصديق يوم القيامه في الفردوس الاعلى. امين امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.